السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في ستارلايت البرنامج الحدث. وهذه هي الفلسفة ديال ستارلايت البرنامج الحدث على الجزائر. الملف الصحفي عندكم فيه التفاصيل كاملة. الهدف اليوم هو أنني نقربكم من ستيل والهوية ديال ستارلايت، أننا نخليكم تعيشوا معنا شي حوايج اللي عشناهم خلال التصوير ديال البرنامج. وما نكذبش عليكم، غادي نهضر معكم بكل صراحة. فاش اقترحت عليا إدارة القناة مشروع ستارلايت، طرحت على راسي بزاف ديال الأسئلة وقلت واش باقي ممكن أننا نبدعو في هذا النوع من البرامج؟ الجواب هو أيه، باقي. وخير دليل هو هذا الشيء اللي وصلنا ليه. ستارلايت مبني على فكرة قوية، الأضواء. المشارك كيبدا في الظل، كيدوز قدام لجنة التحكيم اللي عندها خمسة ديال لي بازور، خمسة ديال الأضواء، وهذه اللجنة كتعطي الضوء ديالها لكل مشارك اللي يستاهل أنه ياخذ الضوء. ستارلايت هو أيضا لجنة التحكيم، لجنة التحكيم من العيار الثقيل، لجنة التحكيم نجوم اللي قسموا على مسارات متميزة، وكل واحد فيهم بطبعه وبشكله وبجمهوره الكبير. لجنة التحكيم اللي غادي نستقبلوهم تحت تصفيقاتكم دابا. أسماء المنور، بعمل الحلول، دوسي، أمي نوكس، هما أعضاء لجنة التحكيم ديال ستارلايت. فرحانين بزاف بأنكم تكونوا معنا أولا كلجنة في هذا البرنامج الكبير. فرحانين بزاف بحال كل مرة أنكم تكونوا حاضرين معنا، شرف كبير، تبارك الله عليكم. ما غنخليكمش واقفين، غنطلب منكم باش تاخذوا الأماكن ديالكم تفضلوا، وغادي نتذكروا شي شوية. اللجنة اللي كان عندها دور كبير في البرنامج، بحيث انها هي اللي كتختار النجوم اللي كيدوزوا، هي اللي كتختار شكون النجم اللي غادي يدوز من ظل الاضواء، شكون اللي غيتعهد، شكون اللي غيتقصى. وكان بيناتهم واحد ما غاديش نسرقوا الاحداث، اكيد عشنا تجربه رائعه، تجربه متميزه من خلال ستارلايت، من خلال الحلقات اللي صورنا. نبغيكم تقاسموا مع الزملاء ديالنا الصحفيين تجربتكم الشخصيه، كل واحد كيفاش عايشها حتى دابا، على اعتبار اننا مازالين مواصلين في التجربه. لطيفه، أو مساء الخير عليكم، سعيدة جدا بحضوري معكم. بالنسبة لي تجربتي، أنا سعيدة أولا أنني كنت متواجدة مع إخواني وأخواتي الفنانين، أستاذنا الكبير سي نعمان اللي عنده دور كبير بزاف في لجنة التحكيم. وكذلك سعيدة جدا أن تكون معي أختي أسماء، يعني أنا بدوري كناخذ منها تجربة، لأن عندها تجربة كبيرة في هذا الميدان ديال لجنة التحكيم، لجنة الحكمة الكروية. وكذلك خي دوزي، لأنه ما لاحظت يعني عندنا رجال بزاف في لي كونديدا، وعنده هو جمهوره كبير ديال سواء عدة سنوات، يعني ماشي غير الشباب، السنوات اللي قضاها في الميدان الفني وتواجده في الساحة الفنية الشبابية، فهو كيخولوا أنه يكون حكم أو في لجنة التحكيم في المستوى إن شاء الله. واليوم غنقدم مفاجأة كبيرة اللي عطيتها أنا اسم فيتامين سي ديال لجنة التحكيم، وهو أمينوكس. أمينوكس شاب بصراحة، غنكون صريحة معكم. أنا نهاري سمعت أمينوكس استغربت، قلت شنو ممكن يعطينا أمينوكس لجنة التحكيم، لكن بصراحة فاجأني. وربما غادي نخلي عنصر مفاجأة حتى يشوفها الجمهور كله، لأنه إنسان شاب براسو عامر بزاف بزاف بزاف، يعني ماشي جبتو جيت با دي فلور، مي ما شاء الله عليك فاجأتينا. وعاد روح الدعابة أسمع، راه ما قدرتش تحكم على تحت الضحك لأن هو اللي جالس حداها. من بعد طبعا توقف كبير ديال قناة دوزان، من بعد استوديو دوزان، والان 10 سنوات ماشي سهله ان يتشوق الجمهور المغربي البرنامج بهذا الحجم. كنظن الان انتم كتشوفوا المستوى ديال التقني، المستوى ديال الاناره، المستوى ديال يعني ككل. فالمفاجاه ان شاء الله غتكون لكم والجمهور الكريم، ونتمنوا اننا نكونوا ما نكونوش كنحكموا، لان ما شاء الله الشباب اللي شفنا
هما خصهم يحكموا علينا دابا، لان ما شاء الله راسهم عامر فنيا، سواء في الوقفه سواء الكاريزما ديالهم. وكنظن الاخوان حتى بغيت يتكلموا على هذا الموضوع، ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور الكريم. اكيد لطيفة، شكرا لك بزاف، وشرف كبير لنا انك تكوني عضو من اعضاء لجنه تحكيم ستار لايت. نسمعوا بمال حلو ولا اسمع ولا لي فان دابور. مساء الخير عليكم، شكرا على اهتمامكم. تواجدكم اليوم هو لدينا مهمه جدا في هذا الشيء. فاولا كنبغي نشكر قناه دوزار ان بعد مده طويله من ما نقولش ركود، ولكن تفكر تدير برنامج وتجيب كونسيبت مقاييس عالميه جدا. يمكن ما نضويش كل شيء 100% باش تفرحوا وتشوفوا قداش هاد البلاطو زوين. والاحلى والاحلى هو كميه الموهبه الموجوده في المغرب اللي محتاجه هذاك الضوء، ودوزار حقاته اليوم. سعيده بوجودي مع تلة من الفنانين مفخره للمغرب، فنانة كبيرة لطيفة رأفت، بتاريخها بحبها بجمالها بحنانها أسي اللي غتشوفوا بزاف ديال الدموع بزاف ديال الحنية. الرائع نعمل الحلو بثقافته بفنه بحبه أيضا. صديقي الرائع دوزي تجربته المهمة، وبدأ هو صغير في كنف يعني كل الاسر الغربيه، فكيتقاسم تجربته كلها مع 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 هاد لي كونديبا اللي غيكونوا، وعاطيها بكميه من الحب. يعني جينيرالي كان كل حاجه كيقولها بحال هو اللي كيغني. الاكتشاف امينوكس، انا ما تساءلتش اشنو غيقدم، لان عندي قناعه كبيره ان اي واحد كينجح يا با سكري، كاين وراء النجاح دائما موهبه ملكه واصرار ودماغ. الاكتشاف اللي اكتشفناه هو الفن، هو الضحك، حس الفكاهة عنده عالي جدا. وديك الشمالية غتسمعوا بزاف ديال الحوايج، غتشوفونا طبيعيين جدا، ماكسيموم غتشوفونا طبيعيين. وأنا فرحانة أن نخرجوا بصداقات جديدة، أو كنحيوا صداقاتنا من خلال هذا البرنامج. اسماء، شتي تجارب اكيد من هذا النوع، فشنو احساسك وانت تعيشي تجربه من هذا النوع في بلادك؟ هادشي انا فخوره بزاف، شاركت تجارب مهمه جدا في الدول العربيه وحتى في المغرب، ولكن هذه التجربه بهذه المقاييس هذه فرحانه بزاف. كنت كنمشي لبلدان اخرى وكنكتشف مواهب مغربيه، اما تكتشفها وانت في وسط داركم وتسالي تمشي تاكل طاجين ما عندهاش حتى شي تم زعما كبيره بزاف. فخوره وفرحانه ان عندنا مواهب مهمه جدا في المغرب، خاصه غير الاهتمام والدعم. دابا بقى دعمكم انتم كصحفيين لهذه الكونديدا، لهذا المولود الجديد ديال دوزان، وهاد المواليد اللي غادي يجيو اللي هما هاد المواهب الصغار، كينتظروا الدعم ديالكم كجهاز اعلامي كصحفيين، خاصهم بزاف دعم منكم، والباقي الكبير كلهم مجموعة. شكرا اسماء. مرحبا. السلام عليكم. غادي نبداو من انتهت للطيقه ولا اسماء. اولا انا سعيد جدا وعندي الشرف انني نكون معكم في واحد اللجنه اللي اعتبرها لجنه تحكيم متوافقه، يعني نغموني متوازنه من حيث انه تتعبر على كل التلوينات الفنيه الموجوده اليوم، خاصه وان المشهد الغنائي المغربي والموسيقي تغير في هذه العشرين سنه الاخيره، تغير بواحد الطريقه جذريه. ثلاثه الاسباب اللي في نظري غادي يخليو البرنامج ناجح، والرابع هما نتوما. الوغ السبب الاول هو انه برنامج جد مختلف، وحنا واكبناه من المكان على الورق وتطبق في ارض الواقع بحذافيره، من المساحه المكان للبناء، النجارة، الحدادة، المهندسي الصوت والديكور والصورة والكاميرا بالهمسة، مكتوب كل حاجة مكتوبة، يعني لا لجنة التحكيم ولا ثانيا. وهنا تنشكر دوزان اللي جات هذا البرنامج المختلف، لأنه هو قيمة مضافة للمغرب في العيون الناس اللي تيشوفونا. وأنتم تلاحظوا اليوم بأن التلفزيون ولا تلعب دور كبير، ولا الدول تتصارع معنا الأشياء ديالنا، تقول لك ديالنا مكتورات الأمل. ثانيا كانت واحد اللجنه ديال الاختيار،
ولجنة الاختيار كانت تحت قيادة وإشراف الموسيقار نبيل الخالدي ومع أسماء الزايدي وسناء مراحاتي وضياء الطيبي واختاروا بين 3000 ديال الأشخاص باش يوصلوا لنا 65. دونك سهلوا علينا الماموريه وصعبوها في نفس الوقت، سهلوها لانه ما مشيناش 6000 وصعبوها لان من 65 خصنا نختاروا واحد. دونك ثالثا كما قلت هي لجنه التحكيم. انا في الاول لما سمعت الاصوات الاسماء كنت فرحان لانه اهم شيء هو التوافق. لما تنقول لك التوافق، التوافق على المستوى الشخصي ماشي على المستوى الحكامه. والجميل غادي تشوفوا بان كثير من المرات نحن لا نتفق وندخلوا في صراعات وديه باحترام. ايه طبعا لا هذا عنده الحق لا ما عندوش الحق يعني وتنشكر دوزيام لان ما خلات حتى واحد يدخل فينا وما خلات ما خلاتناش اصلا نشوفوا لي كونديدا من قبل ولا نشوفوا لي بخي سيليكسيون حتى جينا وقبلتنا. دونك غتختار الاحسن من الحسن. وحنا اليوم السيت الاعلامي الفني للمغرب بدا تكبر. شكرا لواحد المجموعه ديال النجوم تنظن على راسهم الاسماء منور. لطيف ما تنبغيش نسميها الرائده رغم انها رائده، انا ما تنبغيش نكبرها، مي سي اون فالور سور ديال لا شونسون ماروكان. لا باش ما نكبرهاش، باش نكبرها انا مازال دوزي نجم النجوم ما شاء الله عليه في اوروبا والراس الصغير. والاكتشاف ديالنا الفني، اتكلم على الفني والانساني هو. دونك كنتمنى كيف قالت اسماء انكم تساعدونا وتعطوا لكل واحد حقه متبادل اللي يستحق، غير هو المشهد الغنائي راه تغير. وحنا ما تنحكموش على الصوت وعلى الغناء، تنحكموا على المنظومه كامله. شنو تتغني، شنو هو اللون، واش انت ماشي واش فوتوكوبي شي حد اخر ولا جايب واحد اللون فريشور جديده، كيفاش تتكلم، كيفاش تتحرك، اشياء كثيره. دونك دوزيام غتعطيك جميع المؤهلات باش تحطك في البداية النجومية. غادي تعطيك شهرة ديال 3 شهور وانت تدوز التلفزيون اللي نجح تعطيه مبلغ محترم ديال الفلوس، وداك الساعة هو واش غادي ينطلق ولا لا، هنا تيبقى الاختيار ديالو. شكرا لك نعمان، قلتي كل شيء. كنظن نقول لكم شكرا وصافي، عندكم كاع المعلومات. شكرا سي نعمان تبارك الله عليك. دوزي أكيد كيف ما قالوا الإخوان كاملين وشخصيا كبرنا معاك، لأن القضية ماشي تكبرك في السن ولكن كبرنا معاك، فبالتالي اليوم انت كتعيش تجربه خاصه، تجربه مختلفه ربما على الحوايج اللي دوزتي في المسار ديالك الحياه اليوم النهائي. انا بغيت غير قبل ما نبدا واش نقدروا نطلعوا شويه عند الصحافه، معذبين شويه عاد خصنا نواجهوا الصحافه في الوجه. اجي حدايا صافي. انا شويه معذبين وما نقدروا نضلوا غير شي شويه. خذوا راحتكم خذوا راحتكم، انا في ساعه عائليه يعني. ياك حتى انت عندك نفس المشكل. خذوا راحتكم. احنا دابا كن اون سادريس للفاس. اولا شكرا للصحافه اللي جاوا اليوم باش يديروا التغطيه، وكذلك حتى باش حتى هما يمدوا يد المساعده في باش نعطيو واحد التغطيه زوينه لهذا البرنامج لانه يستاهل. اول برنامج ماشي اول برنامج في دوزان، ولكن بهذه المعايير الكبيره في بلادنا اللي كنتشرفوا به وهذا فخر لنا. اولا سي ان اونور بالنسبه لي انني نكون بارمي هذه لجنه التحكيم المميزه. علاش متميزه هذه لجنه التحكيم؟ لان اولا كل واحد عنده رصيده الفني، كل واحد عنده تجربته في الميدان من خلال مشواره الفني الطويل. كل واحد عنده لون موسيقي خاص به، فهذا هو اللي عطى واحد لاغيشاس لهذا لجنه التحكيم. يعني باش نكون على استعداد اننا نقدروا نقيموا اي فنان يجي، يعني كل واحد كيعطي وجهه النظر ديالو. بلا ما نقدم لجنه التحكيم غني على التعريف، اساتذه كلهم كبار تبارك الله. من غير واحد الساكت اللي غادي تكتشفوه من بعد. صراحه شوف حنايا انا كانت عندي علاقه كبيره بطبيعه الحال حتى الان باقيه مع لطيفه رفقت، يعني كنعرفوا الكاركتر ديالنا مزيان في البدايه، لان تعاشرنا مده طويله، اشتغلنا قمنا بجولات خارج الوطن وداخل ارض الوطن، كذلك
لالا اسماء حتى هي صداقات جنانية بها من غير الفن. الاستاذ نعمة الحلو اكتشفته واخا كانت عندي فكره عليه، ولكن اكتشفت واحد الانسان اللي هو عظيم، انسان اللي كان عنده واحد دور كبير في هذا الجانب التحكيم، لانه اولا كيتحدد سيونتيفيكمون بروفيسور باسكو هو كيتكلم بواحد المنطق ديال لا سيونس ديال لا ميوزيك، داكشي اللي حنا خصو يكون في الجانب التحكيم. كاين كاين اللي عاود كيتكلم من خلال الاكسبيريونس ديالو، كاين روح الدعابه، كاين تبارك الله انيوس الجانب ديال الهيب هوب، الجانب ديال الار ان بي تبارك الله عنده الكلمه ديالو كتوزن، لانه سي سون سيكتور هذاك الشيء. فكل واحد عنده دور مهم في هذا الجانب التحكيم. ثاني حاجه دوزام بخيتش علينا وفرطنا كل وسائل الراحه، لا من ناحيه ليكيب ديال لا برودكسيون لا التصوير لا، يعني من لو ا لزد الحمد لله كل حاجه واقفين عليها. سي دو بروفيسيونيل دو جامي فيو، واخا حنا اون لابيتود دو فينير شاك فوا دوزام تبارك الله، مي اون فوا واحد ليفوليسيون كبيره بزاف. سي اون ايميسيون اللي حنا كنفتخروا بها، علاش؟ باسكو ديما كنشوفوا ولادنا كيمشيو لبرامج اخرى في دول اخرى في قارات اخرى، وديما كنشوفهم هما اللي كيحصلوا على المراتب الاولى، ودائما كيخرجوا بجوائز كبار، علاش ما ينطلقوش من بلادهم؟ دونك الان حنا وفرنا لهم ليميسيون اللي يقدروا من خلالها يخرجوا دي ستار دو لا شونسون ماروكان. فهذا هو يعني الهدف من هذا البرنامج، وكذلك من خلال التجربه ديال حنا كنجنا التحكيم الاكسبيرونس ديالنا والمشوار الفني ديالنا، نحاولوا نمروا المشعل لواحد طاقات شبابيه جديده اللي خص يعني كاينين خير خصهم ديك الدفيعه. فاظن يعني دوزام وفرت هذا الشيء من خلال هذا البرنامج اللي هو ستار لايت، ونتمناو التوفيق. حنا تفاجئنا، ما غاديش نحرقوا بزاف المفاجات ولا زيتاب، لان خصنا نخليو الناس والصحافه يكتشفوا هذا الشيء. اكيد ومازال غادي يكتشفوا مجموعه من الاشياء خلال هذا الحفل هذا. شكرا لك دوزي. أمي نوكس أكيد أنت عشتي التجربة بخصوصياتها بتفاصيلها، أكيد مستوى ديال لي كونديدا ولا المشاركين فاجئك، ربما عاود لينا وقربنا من كيفاش عشتي هذه التجربة السلام عليكم، كنشكركم على الحضور ديالكم. اليوم أنا فرحان بزاف أنني كنتواصل معكم، وكنتواصل مع بزاف ديال الصحفيين اللي ربما بديت المسيرة الفنية ديالي وهما تما كانوا بداو المسيرة الصحفية ديالهم. كنت بزاف هنايا كيعرفوني وكنعرفهم، أول الحوارات اللي كانوا داروا معايا. فكنشكرهم على الحضور ديالهم، كنتمنى لهم يكونوا وصلوا لداكشي اللي بغاو يوصلوا ليه إن شاء الله بزاف طريق طويلة. أنا فرحان أنني نكون في هذا البرنامج، اللي غادي تكتشفوه وغادي يعجبكم إن شاء الله، نأكد أنه غادي يعجبكم، لأن موراه فريق عمل كبير، موراه لجنة راقية وكبيرة مختلفة، وكل واحد فيهم جاي يعني من ثقافة ومن منطقة ومن قبل من أنه يكون فنان. جايب واحد الارث فني ديالو كبير، وانا ما يمكن لي الا نكون فرحان انني نكون معاهم اليوم في اللجنه. اليوم ساغيه شويه. لا هادشي الارث الميديا. دونك بالنسبه لي انا في هذا البرنامج تمثل يعني ستيل ار ان بي بوب بوب بحال اللي قال حفيظ، وكنتمنى ان شاء الله انني نتوفق مع اللجنه في اختيار ديال الاصوات اللي زوينه. وستار لايت هو واحد البرنامج اللي غادي يكون انتقال من واحد الجينيراسيون ديال البرامج اللي كانت عندنا في المغرب لواحد الجينيراسيون جديده، واللي غتكتشفوا فيه بانه المغاربه هزوا النيفو، فريمون هزوا النيفو بزاف، ولاو ماشي بحالهم سي سا، ديما ماشي بحالهم اصلا. دونك كنتمنى ان شاء الله ان البرنامج يعجب الجمهور، ونتمنى انكم تواكبوه لانه كيستحق المواكبه. وكنشكر القناه الثانيه اللي عطاتنا الفرصه ان احنا نكونوا في هذا البرنامج. واليوم انا اللي جالس مع اساتذه كبار بحال هادو، بغيت نكون نقول لاي واحد مغربي بانه اذا امينوكس وصل انت تقدر توصل. شكرا امينوكس، ميساج زوين، شكرا لك بزاف، شكرا لاعضاء لجنه التحكيم كاملين، صراحه عشنا معهم لحظات جميله، تفاعلوا مع البرنامج بطريقه